بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم بأخذ مثال بسيط في حول برمجة واجهات المستخدم الرسومية في الماتلاب جي اي. سنقوم بإنشاء برنامج يقوم برسم تغيرات الحدود برسم تغيرات تابع. سنجعل البرنامج يتيح للمستخدم إدخال تابع إن كان كثير حدود أو غير ذلك. سنحتاج إلى عنصري راديو بوتوم ليحدد من خلالهما المستخدم هل التابع الذي يريد رسم تغيراته هو كثير حدود أم غير ذلك. نجعل هناك إمكانية فقط لأخذ القيمة واحد لإحدى العنصرين فقط، وذلك بكتابة أسطر برمجية التالية. هذا السطر البرمجي يعني أنه في حال أخذ العنصر راديو بوتوم الأول القيمة مارك أي واحد، أسند القيمة أسند القيمة صفر للعنصر الثاني، بعد ذلك لذلك سنكتب تابع مثل التابع في الفانكشن الخاص بالراديو رقم الآخر. سنلاحظ في حال كان الأول أخذ القيمة صفر واحد فإن الثاني سيأخذ قيمة صفر، وكذلك في حال المعاكسة. سنقوم بمحاذاة العنصرين خلال أداة المحاذاة. سنحتاج إلى عنصر بوب أب منيو يجب اختيار درجة كثير الحدود. سنجعل هذا العنصر مخفي. نتيح إمكانية لرسم كثير حدود حتى الدرجة العاشرة. نقوم بتغيير التالي بحيث يحبب أبنية. سنلاحظ عند تغيير الواجهة قد يكون عنصر أبنية للنظار. سنضيف أيضا عنصر سلايدر. ما يهمنا في هذا العنصر ماكسيموم فاليو مينيموم فاليو و سلايدر تي. سنجعل كثير البوب اب منيو يظهر عند اختيار كثير من خلال التابع التطبيق البرمجي التالي. بعد ذلك سنأخذ القيمة او وبالمثل من اجل التابع نلاحظ في حال اختيار كثير حدود سيظهر كذا.
الآن سنقوم بإضافة عناصر الإدخال للثوابت كسر الحدود، يجب ألا تتجاوز العشرة، نتيجة إتاحة ذلك من خلال ربع بنية. سنجعل جميع هذه العناصر مخفية بمجرد تشغيل الواجهة للبرنامج، وذلك من خلال كتابة التعليمات المناسبة في الكتابة Opening FCM الذي يوجد تنفيذ كافة العبارات البرمجية الموجودة داخله بمجرد تشغيل الواجهة. نستفيد من التابع إيفار وكذلك من التأشيرة على مخطوطة H من خلال حلقة وضعها في حلقة 4. نلاحظ بمجرد تشغيل الواجهة فإن العناصر جميعها ستكون مخفية، لذلك يمكن إخفاء عناصر السلايدر بنفس الطريقة.
مجرد تشغيل واجهة. الآن سنجعل من خلال الريدي بوب أب منيو تظهر عناصر اللازمة للإدخال من خلال درجة كسر الحدود اللي نريد التعامل معها. هيك هاندل دوت بوب أب منيو value الحالة الأولى ستكون handle dot slider on نجعل الخاصية القيمة العظمى هي 1 وكذلك سلايدر ستيب وتكون 1 1 اكس واي 1 1 جوجل اون إضافة لذلك نتيح إمكانية ظهور إيديت اون جوجل اون. سنقوم بضع حلقة فور من أجل الحالة العامة من أجل جميع قيم كثير الحدود. تأخذ قيم من 1 حتى هذه الحالة 1 وهي الحالة العامة تكون 2. أشير بالمخطوطة H إذا عرفناها visible on وفي الحال تم اختيار كثير حدود من الدرجة الخامسة ومن ثم تم التغيير الدرجة الأولى فيجب أن يقوم بإخفاء العناصر درجتها تزيد عن الدرجة الأولى. نقوم بتعريف حلقة جديدة في حالتنا هذه من 2 إلى 10. كذلك بنفس الطريقة سأشير إلى كافة العناصر بعملية معاكسة للسابقة. أريد أن أخفي العناصر وليس أن أظهرها. نقوم بإعادة هذه السطور البرمجية من أجل حالات جميع الحالات مع مراعاة التعديلات البسيطة التي لا بد من القيام بها.
يحب إزالة الكفور هنا إزالة الإرهاب لم يعد لها لزوم. نشير عنفه إليك 10 تجربة البرنامج يختم كسير الحدود من الدرجة الرابعة. نلاحظ ظهور أربعة عناصر الإدخال، تكون درجة السلايدر لأربع خطوات. نتأكد من مقدار الخطوة بالشكل التالي، نضيف عناصر الستاتيك تيب، نعطي هذا العنصر نضيف عنصر آخر ماكسيموم فاليو وعنصر آخر سنرى من خلاله فين. بعد قليل سنعلم ما هي أهمية السلايدر في هذا البرنامج. سنشير من خلال الفانكشن التابع الخاص بالسلايدر إلى تابع قطب السلايدر إلى الكيمياء الصغرى وكذلك العظمى إل وسنزولها في عناصر الستاتيك تيبس التي وضعناها. في الحالة واحد جعلنا القيمة العظمى ماكسيموم فاليو واحد، وبالتالي سي هاندل نقوم أولا ب جلب القيمة max equal get handle dot slider one max ثم بإسناد هذه القيمة ل handle dot max change max. هنا لابد من تحويل الرقم الذي حصلنا عليه لمحور. أصغر قيمة دوما ستكون صفر، أما القيمة الحقيقية سنقوم بإسنادها إلى static text الذي وضعناه تحت السلايدر. سنقوم بالحصول على القيمة الحقيقية من خلال سلايد فاليو اندر ايكوال
Get handle slider 1 value. بهذه الطريقة سنشاهد في كل خطوة القيمة. سنقوم بوضع هذه الأسطر البرمجية. Born slider طابع خاص للسلايدر. لاحظ أن أصغر قيمة دوما صفر والواحد تشير على الخطوة الأولى، والقيمة الأربعة هي القيمة الأعظمية والأكثر درجة السابعة. الآن نريد إدخال قيم في هذه العناصر لتمثل ثوابت كثير حلول من خلال لوحة أرقام الآلة الحاسبة. نضع عناصر الإدخال في بانيل نسميها نعم بانيل. نقوم بمحاذاة هذه العناصر ومن ثم نصف you
نقوم بإضافة عنصر clear من أجل مسح محتوى في حال الرغبة أو إتصال رقم خاطئ أو رغبة في تغييره. الآن سنقوم من خلال هذه اللوحة سنقوم بأخذ قيمة العنصر الذي نريد الكتابة عليه من خلال السلايدر. فلنفرض أننا نريد الكتابة على رقم 3 فنشير من خلال السلايدر إلى الرقم 3. سنقوم بكتابة الرقم ومن ثم الإشارة إلى العنصر الجديد الذي نريد إدخال قيمته أيضا من خلال السلايدر وكتابة القيمة. وفي حال الرغبة في إعادة إدخال تأكيد الحدود الجديد فيمكننا الاستعانة بالزر كبير من أجل خيار إزالة. بهذه الطريقة نستطيع الكتابة على عنصر واحد، ولكن بما أنه العنصر الذي نريد الإشارة إليه متغير حسب قيمة السلايدر فإننا سنقوم بالحصول على قيمة هذا العنصر الذي نريد الكتابة عليه من السلايدر بالشكل التالي. هذا السطر سمح لنا بأخذ قيمة السلايدر وتحديد العنصر الذي سنقوم بالكتابة عليه. الآن سنفرز القيم إلى مصفوفة. Thank you.
نقوم بتجربة برنامج كثير حدود من الدرجة الثالثة العنصر الأول. نلاحظ وجود خطأ في سطر لاين 33 string. تمام نلاحظ هنا ان المخطوفة اصبحت مخطوفة بدون التعامل معها في الدبل. نعود نجرب البرنامج. نريد الإسناد إلى القيمة التي أخذناها من حصلنا عليها من السلايدر، وبالتالي هاندل دوت هاندل دوت جي هاندلز دوت جي أو طريقة ثانية يجب أن نقوم بكتابتها هاندل دوت جي إيكوال إيفا هاندل هاندل إذا STR to NUM أو NUM to STR string بعد أن أشرنا بمصفوفة جي جي تكون واحد وتكون اثنين ثلاثة جي اف اف نقوم بتجربة البرنامج الآن درجة خامسة العنصر الأول. تمام، وبالتالي من خلال هذا السطر البرمجي قمنا بإسناد قيمة السلايدر إلى العنصر المتحول جي، بعد ذلك أشرنا إلى المصفوفة أو العنصر القيمة المتحول جي الذي قام السلايدر بإسناد القيمة إليه، واستفدنا من التابع إيفال والبنية المصفوفة المحرفية من أجل إسناد القيمة. وقمنا بتحويل القيمة من string لدبل، وتفحصنا في حال كان العنصر فارغ أو object، في حال كان فارغ فسيكتب قيمة واحدة، أما إذا لم يكن فارغ فإنه يريد الكتابة في العشرات أحد عشرات فقمنا بكتابة الخطوة. فنقوم بتعميم هذه السطور البرمجية على كافة
الأرقام، لكن نستطيع الإدخال من خلال أزرار الآلة الحاسبة المتاحة لدينا. نقوم بتجريب البرنامج الآن. كثير حدود درجة رابعة سادسة، القيمة الأولى ولتكن 23، القيمة الثانية ولتكن 5، القيمة الثالثة ولتكن 7، القيمة الرابعة ولتكن 8، القيمة الخامسة 1 ولتكن 10، القيمة الأخيرة ولتكن. الآن سنقوم بتفعيل الزر كلير. نقوم بتعديل بسيط، اللوحة سنجعلها مخفية وتظهر عند اختيار كثير الحدود كما هو الحال بالنسبة لي. نجعله أيضا مخفية. نقوم بتشغيل الواجهة الآن. نلاحظ أن جميع العناصر مخفية، وفي حال اختيار كثير الحدود سنقوم بإضافة الصورة البرمجية اللازمة لظهور الكائنات. هاندل دوت ماكس فيزيبل وان، كذلك هاندل دوت مينيموم، هاندل دوت سلايد اوت سنجعلها تظهر من خلال بعد اختيار درجة كسر الحدود. هاندل سنقوم بحذف هذه الأسطر وجعلها تظهر بعد اختيار درجة تسير الحدود من خلال بوب اب مينيو. نقوم الآن بفحص البرنامج، نريد إضافة سطر برمجة إلى لوحة الأرقام. نقوم بالتجريب الآن. نقوم ببرمجة الزر كلير كما قمنا بالعناصر الطائفة. سنحصل على قيمة السلايدر، العنصر الذي يشير إليه السلايدر. بكل بساطة سنعطي هذا العنصر محارب فارغة كثير حدود من الدرجة الثالثة. العنصر الأول يأخذ قيمة 10، العنصر الثاني يأخذ قيمة 5، العنصر الثالث يأخذ قيمة 9. لو عدنا العنصر الأول وضغطنا فيه هناك مشكلة. كان ينقل لنا السطر البرمجي هذا. نقوم بإغلاق البرنامج وإعادة تشغيله. درجة ثالثة الأول، الثاني، كذلك الثالث. سنعود الأول ونضع تقليل. لاحظ أنه قام بحذف محتويات العنصر وسنستطيع من جديد إدخال القيمة. لو أردنا إدخال القيمة بالمئات فما ينبغي هنا أن نقوم بالضرب بمئات والقيام بالتعديل البرمجي اللازم. الآن بعد انتهاء من إدخال العناصر لو نريد رسم التغيرات
سنحتاج قبل ذلك إلى إدخال إمكانية إدخال قيمة كثير حدود تابع ليس كثير حدود، فنقوم بإضافة عنصر إدخال ونجعله مخفي ندخل لخصائصه function نجعل هذا العنصر hidden أو مخفي. سنقوم من خلال already button في حال أخذ القيمة واحد handle dot function visible on بعد ذلك off، وكذلك سنضيف هذه الأسطر في حال كان العنصر الآخر له قيمة واحد، يجب أن يكون function off وعلى ذلك on. سنقوم بالتجريب كثير حدود صفحة بسيط تعليم حدود function نلاحظ سيطلب كتابة التابع بشكل مباشر في حال اختيار كتابة أي تابع، وعدا ذلك سيطلب من إدخال قيمة كثير الحدود. الآن سنقوم برسم تغيرات التابع، سنحتاج إلى عنصر للمحاور أكسس، ونضيف إمكانية ظهور وإخفاء الشبكة grid on grid off. سنستعين بعنصر toggle button grid on grid if get handle dot واحد من التاج g get handle value، فلو كانت القيمة أعظمية أي واحد منطقي، هذا العنصر التعامل مع صفر منطقي الواحد منطقي، فلو كانت واحد قيمة أعظمية great on L grid off in active handle كي نشير على المحاور التي قمنا بإضافتها. grid off ظهرت هي grid off تم إدارتها. الآن سنضيف دور من أجل الرسم بعد إدخال كثير الحدود، سنسميه draw كذلك التاج المثل، ولدينا حالتان، الحالة الأولى في حال اختيار من إزرار ريدي بوتون الحالة كثير الحدود فستكون handle get handle dot m value equal get handle dot m mark. في حال كان تم اختيار كثير الحدود
سيحصل يتم الحصول على قيمة درجة كثير الحلول set equal get handle dot pop pop menu value تشير إلى درجة كثير الحلول. سنقوم الآن بالحصول على قيم كثير الحلول في حقة فور. الواحد من ايه handles dot li equal eval handles dot id num to string i أسند قيم متحولات إلى مصفوفة L الآن سنأخذ القيم من العناصر handle من خلال التابع handle get handle dot L string. لابد الآن من الانتباه أن هذه العناصر هي محارم، بالتالي بعد الانتهاء منها لابد من تحويلها من db equal string to num b. بعد التحويل سنقوم برسم block. نريد قبل ذلك تعريف مجال الرسم x ولتكن ناقص 2 في الخطوة 5% لل 2 اكس بوليفال. طيب بوليفال اجى الحساب قيمة كثير الحدود عن قيمة اكس بي بي فاصلة اف تكون باللون الاحمر. سنضيف لذلك رسم تكامل المشتق هذا التابع ليكون تكامل بول انت بي بي. حصلنا على مصفوفة انت التي هي عبارة عن تكامل تابع بي بي اكس بولي بال انت اكس. سنجعلها باللون الاخضر جرين. أما المشتق تابع بولي دا بي بي نجعل ذلك باللون الأسود عشان نقوم بتغيير رايت على المجموع. بعد ذلك نقوم برسم تسيير الحدود الذي سيدخله المستخدم وليكن زد جيت كاندل دوت سنحصل عليه من العنصر function كائن function string block eval z in axel handle سنقوم بتجريب البرنامج الآن وتجريبه. نختار المستخدم تسيير حدود من الدرجة الثانية وبإدخال قيمة العنصر الأول 2 عنصر الثاني 5
حاضر رسم ما خطأ ما num to string num to double بدنا نشيل مصفوفة سنقوم بتدريب البرنامج من جديد أيضا هو خطأ بولي إن قبل رسم التكامل قبل رسم التكامل وال سنقوم بخطوة على الرسم من ثم ونقوم برسم آخر هذا التابع من الدرجة الرابعة تفعيل الشبكة وإلغاء الشبكة بالنسبة لو أردنا رسم تابع من الدرجة السادسة بالنسبة الآن لو أردنا رسم كثير حدود وليكن X ضرب Y دروب ما خطأ بداية هواي نجرب بهذا الشكل تمام مهما كان كثير الحدود الذي سنكتبه فإن البرنامج سيقوم برسمه مباشرة وكذلك كثير الحدود فلنختار درجة كثير حدود الدرجة الثانية مثلا ولتكن متغيرات هكذا هذا الرسم لو أردنا اختيار كثير حدود الدرجة الرابعة نقوم بكلير للعنصر للقيمة ثم خلق قيم من جديد draw هذا رسم طيب سنقوم الآن برسم المشتق كذلك التكامل int equal bully int bb كذلك dot equal bully dot bb بولي val من أجل حساب قيمة المشتق عند كل قيمة x أو التكامل ورسمه اللون الأخضر بعلامة مميزة لتكون النجمة كذلك x بولي val بولي دار دي واصلة نجعل الرسم باللون الأسود بعلامة مميزة يختاره البرنامج لوحده لو أردنا رسم تام من درجة ثالثة نقوم تالية نخطأنا معلومة لاين بولي إن نتخذ المشتق بشكل أولي
التوقفات التي تنتج ليست من نفس الخيارات، ولذلك تظهر لدينا مشكلة في الرسم. يمكن معالجتها برمجيا. ونكتفي في هذا الآن بهذا الحد. أتمنى أن أكون قد وفقت وأقدم لكم كل ما هو مفيد. السلام عليكم.